كما أسلفت في قبل قليل، لكل نجاح ونصر نشوة، لكن نشوة بعض الانتصارات تكون مختلفة، تكون مختلفة وخاصة لأنها تغير مسار وتاريخ من انتصر، ونصر نوال المتوكل بصم تاريخ كل المغاربة وتاريخ الرياضة النسوية المغربية والإفريقية والعربية لم تتخطى نوال حواجز 400 متر فقط إنما حطمت حواجز أكبر وانتصرت لكل المغربيات انتصرت لكل الإفريقيات والعربيات نوال المتوكل ضيفتنا في اليوم العالمي للرياضة مرحبا بك للا نوال شرفتي ركن الظهيرة في اليوم العالمي ل الرياضة 7 ابريل شنو كيعني النوال المتوكل هذا اليوم العالمي انت اللي بصمتي التاريخ ديال الرياضه المغربيه هو 6 ابريل هو اليوم العالمي للرياضه 6 ابريل 6 ابريل هو اليوم العالمي للرياضه من اجل التنميه والسلام اللي جعل اثر واحد الاجتماع كان بجنيف انا ذاك في 2011 نضمن على يد هيئه الامم المتحده وكذلك اللجنه الدوليه الاولمبيه وبحضور قيدوم الرياضه وكذلك نائب الاول لرئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه سي كمال الحلو اللي باح انذاك وقال لي ما لا الاحتفال بيوم عالمي للرياضه لان عندك ما كان حتى يوم عالمي للرياضه الفكره خدات المجرى ديالها الى ان تبنتها اللجنه الدوليه الاولمبيه مره اخرى مع هيئه الامم المتحده وفي 2013 تم الاعلان عليها بصفه رسميه والمغرب كان من اوائل الدول اللي احتفل احتفل بها سنويا الى يومنا هذا يحق لنا ان نحتفل من ضمن هذا اليوم العالمي للرياضه 6 ابريل يحق لنا ان نفتخر بمغربيه بصمة تاريخ رياضة المشاعر المغربية الإفريقية والعربية نوال المتوكل ما بين 1984 والسباق اللي خلق اسم نوال المتوكل و2021 شنو تغير اليوم بالنسبه للرياضه المغربيه والرياضه النسويه الكثير هذه حقبه ديال الزمن اللي تغير فيها عدد الاشياء من بينها البنيه التحتيه وكذلك ضخ دماء جديده فيما يخص الطير والتنقيب وكذلك ضخ ميزانيات مهمه فيما يخص عدد من الرياضات كنفتقدوا أن العالم المغربي يرتفع خفاقا في جميع المحافل الدولية وحنا بعاد على الألعاب الأولمبية إن شاء الله كتفرقنا حوالي 100 يوم بمدينة طوكيو باليابان كنتمنى تكون مناسبة باش أن الأبطال ديالنا تكون عندهم ديك العزيمة وباش أن العالم ديالنا المغربي يكون خفاق في هذا المحفل الدولي آه ####عدد ديال الأشياء آه اللي# آه اللي يعني تبان تمنياتها بيه... عقلية من 84 لدابا لانه عقلية تبدلات اشياء كثيره تبدلت أه كنتذكر في 1984 كان فريق وطني مصغر كانت نوال المتوكل الفتاه الوحيده انذاك الان كنشوفوا فتيات اقتحموا هذا العالم اللي هو اصلا عالم رجالي ديال الرياضه ولو كيديروا كي الملاكمه كره القدم السباحه باسكتبول بول الفتاه المغربيه اصبحت كتفرض وجود ديالها في عدد ديال الرياضات ولات حكمه ولات ولكن دائما تتبقى النسبه المئويه يعني محتشمه املي هو علاش هذا الاحتشام ديال هذه النسبه آه المئويه في نظرك يعني نوال؟ ربما هذا ناتج عن بعض العقليات ناتج عن بعض الثقافه ناتج عن عدد ديال الاشياء وهذا ما ماشي يعني خاص بالنسبه للمغرب مارب. فحسب عندنا دول ولو انها متقدمه هي كت عندها مشاكل من هذا القبيل هذا لجنه لجنه دوليه اولمبيه وعدد ديال الاتحادات دوليه كتشتغل في هذا الاتجاه باش ان المراه اللي هي نصف المجتمعات تكون يعني حاضره بالثقل ديالها بالوزن ديالها لان هي الام هي الزوجه هي ال... لها تصبح في المستقبل كذلك رئيسه اتحاد دولي ماشي غير وطني او لا قاري كنشوفوا حاليا على صعيد دولي على غرار اتحاد واحد او لا جوج او لا ثلاثه كاين انعدام وجود العنصر النسوي كرئيسه ديال الاتحاد الدولي فما البال بالنسبه لعدد بالنسبه للقارات او على صعيد وطني هذه مناسبه بالنسبه لهذا اليوم العالمي للرياضه من اجل التنميه والسلام باش يكون واحد النداء باش للتعاطي للرياضه لان عندها واحد مزايا متعدده الرياضه هي اخلاق هي مبادئ هي تربيه نوال المتوكل من قبل العاب من قبل ما تقتحم العاب القوى عالم العاب القوى ومن بعد انها فازت ونوال المتوكل الان يعني انا كنظن هذيك 54 ثانيه وجزء من 61 جزء من 100 خرجت نوال من الظلمات الى النور، رجعت نوال انها تكون مناضله عصاميه، وهذا هو ما ولات ديال المغربيات لانه كان سميت نوال خلقت نوال المتوكل خارج اليوم حلبه السباق، نوال المتوكل عندها سباق اخر، هذه المره بدله العمل المجتمع المدني كتوجه كتساعد وانت علمت انك تستعدي لواحد النشاط غادي يكون في بني هلال نعم. لماذا هذه المنطقه ولمن كتوجه وشنو الصبغه ديال هذا العمل هذا عمل اولا احتفالا باليوم العالمي للرياضه وكندمجو معاه اعمال اجتماعيه عندها طابع بيئي وكذلك تربوي عنده علاقه باشياء متعدده ولكن القلب ديالها النابض دائما هو هي الرياضه هما الاطفال هما الشباب هي المراه اختارينا هذه المنطقه لان ما بعيداش على الزاويه سيدي اسماعيل لان اصل ديال الوالدين ديالي وجات في سيدي بن نور لان سيدي بن نور ابطال من صنف الباكر بن عيسى اللي مثل المغرب في احسن المنتديات الدوليه والله يطول في عمره اختاريناها لان كذلك عندنا عدد ديال الشركاء منها السلطات المحليه عندنا دار الطالبه اللي غادي يتم تاتيتها بعدد بعد ديال الاجهزه الحواسيب والاشياء من غير هذا القبيل لان نحن مقبلين على شهر رمضان الابرك واختاريناها لان كاين كذلك مدرسه ان كوليج في عدد ديال الشباب سميتو كوليج البارودي وعندنا اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية أنشطة متعددة باش نجعلوا سيدي بنور نور غتولي عبارة عن قرية أولمبية وقرية رياضية الكل غادي يحتفل بداك النهار وهذا دائما احتراما لل لل الاجراءات كوفيد مواجهه كوفيد انا دائما كنت معجبه بنوال المتوكل واليوم كان عندي الشرف انني جلست انا ونوال المتوكل في ركن الظاهره لانك تمثلي الوجه المشترك ديال المراه المغربيه يبقى. احترمت فيك شيء اخر او حنا بك انه حريصه لما يمتك انك خسنيش كل قابل مي باش نحضر في الظاهره هذه المساله لا. اللي هذا الالتزام فهذا احترام أكبر كبر لهاد السيدات تبارك الله عليك نوال مع الوالده العمر الطويل لكل كل امهات الله يحفظهم لنا جميعا شكرا جزيلا شكرا لك نوال موفقه في حلبه العمل الجمعوي <applause> الله يطول عمركم شكرا